أشهد أن علي ولي الشيطان الرجيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. روى الحافظ الحاكم الحسكاني الحنفي قال أخبرنا عقيل بإسناده المذكور عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من العباد عبادا يغبطهم الأنبياء تحابوا بروح الله على غير مال ولا عرض من الدنيا وجوههم نور لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزنوا أتدرون من هم؟ قلنا لا يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال هم علي بن أبي طالب وحمزة بن عبد المطلب وجعفر وعقيل. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وأخرج علامة الأحناف يخطب الخطباء الموفق بن أحمد الخوارزمي في مناقبه قال وأنبأني الإمام الحافظ صدر الحفاظ أبو العلاء الحسن بن أحمد العطار الهمداني بسنده المذكور عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قال إن علي وذريته ومحبيهم السابقون الأولون إلى الجنة وهم جيران الله وأولياء الله. أقول ثبت في علوم الأدب أن هكذا جملة تفيد الحصر نظيره والله أحد فلاحق. أشهد أن علياً حجة الله.